ضمن فعاليات أسبوع الفن البحريني التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، تم تدشين كتاب الفنان البحريني الراحل أحمد باقر الخيل العربية النجيبة في مملكة البحرين. أسبوع حافل للفن البحريني في بريطانيا يشهد تدشين كتاب الخيل العربية النجيبة في مملكة البحرين. كتاب الفنان التشكيلي البحريني الراحل أحمد باقر يتم تدشينه لأول مرة في الخارج، ويعد مرجعا عالميا نادرا لتاريخ سلالات الخيل العربية العريقة في البحرين. البحرين فخورة بسلالات الخيل العربية اللي موجودة فيها، والتي بذلت فيها جهود كبيرة جدا للمحافظة عليها. وسيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله له جهود كبيرة تتبع جهود أجدادنا في المحافظة على الخيل العربية. وكتاب الدكتور أحمد باقر كتاب قيم جدا، يوثق كل ذلك ويوثق تاريخ الخيل العربية بشكل عام، ويوثق جهود مملكة البحرين وجهود عائلة الخليفة في المحافظة على سلالات الخيل العربية في المملكة. فرصة لمقتنين الخيل وللباحثين والأكاديميين وأيضا المهتمين بفنون رسم الخيل عالميا أن يطالون هذا الكتاب، ويكون هذا الكتاب عرضه للنقد العالمي. برحيل الفنان أحمد باقر منذ عام 2008، فقدت الحركة الفنية التشكيلية أحد أعمدتها، وبقيت أعماله ليأتي فنانون جدد لإبراز الفن البحريني في المحافل الإقليمية والدولية. تميز دكتور أحمد باقر بقوة رسمه، وكان حريص باستمرار فقط يشتغل بالقلم الرصاص يعني. وربما من أول الأعمال اللي ألفتت انتباهي هي أعمال دكتور أحمد باقر قبل لا أعرفه كشخص يعني. هو أهم شيء التوثيق لكل فنان، فكون أن أعماله توثقت بكتاب يعني الحقيقة حلو حق العالم العربي والعالم أنه يشوفون تاريخ يعني الخيل عندنا وكفنان أعماله أهوى. فعاليات فنية مستمرة في بريطانيا لمبادرة فن البحرين عبر الحدود، يروج من خلالها الفنانون للتاريخ والحاضر ومستقبل الفن في مملكة البحرين. تدشين هذا الكتاب العالمي خلال أسبوع الفن البحريني بلندن هو دعم للفن والعلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، ومواصلة للحركة الفنية التشكيلية بإعلاء مكانة الفن البحريني بين الدول. عبد الجمال، تلفزيون مملكة البحرين.